من بين لي كيسيون اللي كتعاود في امتحان الوطني في الماده ديال ليكونومي اورغانيزاسيون ادمنستراتيف لونتربريز، كيقول لك كيل سون لي كريتير دو سيليكسيون دي فورنيسور، يعني شنو هما المعايير اللي كتعتمد عليها لونتربريز باش كتختار هاد الفورنيسور وما تختارش هاد الفورنيسور. من بين المعايير او لي كريتير ديال سيليكسيون دي فورنيسور عندنا لو بري، يعني شكون هو الفورنيسور اللي كيبيع لونتربريز لي ماتيير بروميير او لا لي لي مارشانديز بواحد الثمن اللي مناسب. عندنا الكونديسيون دو بايمون، يعني الشروط ديال الاداء، واش الفورنيسور غادي يصبر عليك او لا غيطالبك انك تخلص او كونطون. عندنا لا كاليتي، يعني المنتوجات او لا الماتيير بروميير المقدمه من طرف الفورنيسور واش الي دو بون كاليتي او نو. عندك لي كونديسيون دو ليفريزون، يعني لو ديلي، واش كيتعطل عليك، واش كيجيب لك لا مارشانديز او لا ماتيير بروميير في الوقت، الموداليتي ديال ليفريزون ايتترا. دونك هادو هما لي كريتير دو سيليكسيون دي فورنيسور بالنسبه لون انتربريز.